السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. انا الدكتور محمد خراس، استشاري الامراض الباطنيه. بنحكي اليوم عن اضطرابات القولون، من ضمنها القولون العصبي ومشاكلها. من اهم الاسباب اللي تعمل اضطرابات القولون هي طبيعه الاكل عندنا في البلاد، من ضمنها البهارات الزايده، المخللات كثير الزايده، الاكل الليلي مهم جدا، زائد السرعه بالاكل، يعني في زي ما تحكي بسرعه تنافس بسرعه الاكل. فهنا هاي الاساسيات في الموضوع تحتاج تشخيص من طبيب، لان بدك تعرف انه هل المشكله المريض جاي فيها مشكله معدته ولا مشكله بطنه. واهم شيء طبعا الاعراض المصاحبه له، لانه في بعض الاعراض المصاحبه احنا اللي بنسميها العلامة الحمر بالاوجاع البطن، اللي هنا تستدعي احيانا تصوير المريض او عمل منظار المريض. من ضمنها مثلا لما يصاحب اوجاع البطن واضطرابات البطن ابراز لون اسود او استفراغ لون اسود، فقدان بالوزن، فقد دم او نقص حديد غير معروف السبب، صفار في الجسم او حنكه. فهنا احيانا تستدعي انه نعمل صور تلفزيونيه او طبقيه او نعمل منظار بحسب يعني عمر المريض، كمان بيلعب دور كبير في الموضوع. فطبيعه الاكل والاكل يعني بتأني، زائد الاكثار من الالياف بالاكل من ضمنها الخضار والفواكه الليليه، كمان بتساعد كثير على الحد من الاعراض هون والتخفيف من النبضات العصبيه كالقهوه والكولا والدخان والادويه ومشروب الطاقه. هذول كلياتهم بيعملوا على تهيج القولون اكثر فاكثر. الرياضة والمشي لفترات هيك منتظمة يوميا كنص ساعة في اليوم مشي سريع، هذا كمان بيساعد على التخفيف من اضطرابات القولون العصبية. وانتم بخير.